كابتن وائل، عايز اسالك على يعني المباراتين الوديتين اللي لعبتوها في امبارح وقبل كده، اطمنتوا فيها على الفريق بشكل كبير؟ والله الحمد لله المباراتين كانوا فايده كبيره، المدرب مبسوط من اللعيبه جدا، اللعيبه ادت المباراتين بشكل كويس، نتمنى الكلام ده يتعكس ان شاء الله عليهم في المباراه بتاعه السوبر لو اتلعب، وعلى مباراه افريقيا. يعني انت عارف عندنا مجموعه برضو مش في المنتخب بتشارك في الكونفدراليه معانا، فنتمنى ان اللعيبه تكون استفادت والمدرب استفاد منهم. يعني تمام، اللعيبه الجديده المدرب يعني ابدى ارتياح وممكن نلاقيهم في المباريات الرسميه المقبله يكونوا لهم دور اساسي؟ اه طبعا، ليه لا؟ بقول لك المدرب معجب جدا باللعيبه كلها بصراحه، كل اللعيبه بتتمرن كويس جدا معاه الفتره اللي فاتت، وده وضع عليهم في المباراتين الوديتين كمان. الراجل بيشتغل، وزي ما اتكلمنا قبل كده وائل، عارف يعني الناس استعجلت في الاحكام جدا على المدرب. طبعا الناس اتعودت من النادي الاهلي على اداء معين وشكل معين في السنوات الاخيره، وبطولات كبيره بتتحقق في ظل الظروف الصعبه، انما ما انت عارف تتابع السنوات والوقت وتغيير الفريق وتغيير جلد الفريق، يعني طبيعي ان يحصل هبوط في مستوى الاداء شويه. احنا نتمنى ان النتائج تفضل زي ما هي وتفضل تحقق بطولات زي ما انت يعني، انما تغير ان الاداء ده يعني ده للناس اللي بتشتغل في الكوره عارفه ان عمر اداء فريق ما بيستمر على حال واحد يعني. تمام، انما الحمد لله احنا عندنا القدره ان احنا نفضل نكسب ان شاء الله الفتره اللي جايه بطولات زي ما عودنا الناس. متفائل يعني كابتن وائل الفتره اللي جايه؟ اه ان شاء الله متفائل باذن الله، شيتوس باذن الله خير. بقول لك عندنا لعيبه كويسه جبناها كتير، في ناس الناس ما شافتهاش، وفي ناس الناس شافتها، وفي ناس ما شاركتش معانا خالص في الكونفدراليه لسه لغايه دلوقتي. في خمس صفقات من الناس الجديده مش مقاعده افريقيا. انا بقول لك اللعيبه كلهم كويسين الحمد لله، مظهرين بشكل كويس جدا معانا الفتره اللي فاتت. انا مش عايز اقول اسامي عشان ما انساش حد، انما كلهم لعيبه كويسين جدا، والراجل مبسوط جدا بيهم، ودخلوا جو النادي الاهلي وبداوا يعرفوا يعني ايه النادي الاهلي، فان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن باذن الله. باذن الله. كابتن وائل، قررتوا وانا قلت الخبر ان قررتوا ان انتوا هتسافروا بطياره خاصه، الكلام ده نهائي خلاص صح؟ اه تاكدت خلاص الطياره ان شاء الله، ومسافرين يوم 18 الطياره الساعه 3 العصر ان شاء الله، هنرجع من جروه باذن الله الساعه 8:30 من هناك، التحرك على طول على عوده القاهره ان شاء الله يوم 20 ان شاء الله. ان شاء الله. هل هتاخدوا عدد معين من اللاعبين ولا ممكن تاخدوا ناس كتير من اللاعبين؟ هو كل العدد المتاح اللي قدامنا 16 لعيب دلوقتي بعد ايقاف حسام عاشور، وان شاء الله لو الشريف عبد الفضيل لحق المباراه باذن الله يبقى معانا، يبقى 17 لعيب. تمام. طب كابتن وائل، الجماهير كانت متواجده في المباراتين الوديتين السابقين، ويقال ان انت قعدت معاهم في المباراه الاولى، هل فعلا الكلام ده حصل؟ قعدت معاهم وقلت لهم اي حاجه مثيره؟ انا فعلا التقيت بناس منهم واتكلمت معاهم وشرحت لهم، والناس استوعبت الكلام، ويعني الشكل زي ما انت شفت ظهر وشكل محترم وشكله كويس جدا، حاسين بان النادي محتاجهم الفتره دي. شجعوا اللعيبه تشجيع جامد جدا، و هل امبارح بقول لك الفكره حاسين ان هم النادي محتاجهم جدا الفتره دي، فالناس جت، ويعني انا فهمتهم ان احنا اللي بنخسر واحنا اللي بنتضرر مش انتوا، والناس استوعبت الكلام يعني. هل امبارح حصل اي خروج عن المألوف او خروج عن النص وفي شتيمه للجيش والشرطه والكلام ده، ولا ما حصلش الكلام ده خالص؟ بص، هو يعني انا بقول لك الناس كان سلوكها محترم جدا، يعني ما شفتش خروج زي العادي اللي هم بيعملوه، انما الناس ملتزمه في حدود الكلام اللي احنا اتكلمنا بيه. اغلب المباراه كان تشجيع للعيبه وللفرقه وللنادي، والهتاف للسوبر وهتاف للكونفدراليه، وان احنا ابطال افريقيا، يعني ده اغلب التشجيع اللي حصل يعني. طب هل ده يديك مؤشر ان الناس دي ممكن يتقعد معاها من ناس محبوبه زي وائل جمعه، زي ابو تريكه، زي محمود الخطيب، زي الناس المؤثره في الوسط الرياضي، هل ممكن بالكلام السلوكات تتغير؟ هو الحوار ما فيش شك ممكن يقرب مسافات كتير جدا ويسهل حاجات جدا كتير جدا، ليه لا يحصل حوار يعني. طيب عايز اخدك بقى في الاتجاه الثاني، ربنا طبعا يوفقكم في النادي الاهلي ومباراه القطن الكاميرون تعملوا فيها نتيجه ايجابيه باذن الله. كابتن وائل، منتخب مصر الناس كلها بتتكلم عن يعني اعتزال وائل جمعه عمل قلق كبير جدا في الدفاع المصري، شايف ايه؟ اتفرجت على ماتش السنغال ازاي؟
بص يا شيزوس، يعني المنتخب السنغالي، منتخب مصر خسر في وجود وائل جمعه وفي وجود ابو تريكه وفي وجود احمد حسن وفي وجود الحضري وفي وجود الجيل اللي هو كسر 3 افريقيا. زي ما بقول لك دلوقتي على النادي الاهلي ده سنه الحياه، التغيير والكلام ده، والتغيير بيوجد، زي لسه بقول لك واكد لك على النادي الاهلي فبينطبق على منتخب مصر. التغيير ده بيوجد اهتزاز في الاداء، الاهتزاز في الاداء ده ممكن يبقى فيه مكسب ويبقى فيه خساره ويبقى فيه تعادل ويبقى فيه اداء غير مرضي للناس، فانت مش على طول بتلعب كويس. انا مشفق طبعا على اللعيبه وعلى الجهاز الفني الفتره اللي احنا فيها دي. في صعوبات كبيره جدا، الموسم لسه بدا عندنا، الموسم بالنسبه لافريقيا يعني، انما الموسم المحلي لسه ما بداش عندك، الانديه مش مستعده. ده كان سبب رئيسي الاعتماد البدايه للجهاز الفني على المحترفين ان هم بداوا الدوري في اوروبا والكلام ده اغلبهم. برضو لسه ما عندناش العدد اللي بيلعب في انديه محترمه في اوروبا زي منتخب السنغال كده، شفت منتخب السنغال لعبته بتلعب 23 انديه في فرنسا وانجلترا. فيعني انا مش عايز الناس تحبط. طبعا احنا في مرحله بقول لك تغيير وبناء منتخب جديد، اتمنى ان اللعيبه تخرج من اعتقد ان الضغوط اتشالت عن اللعيبه بخساره ماتش السنغال دي. ماتش تونس انا متوقع ان شاء الله الاداء هيبقى افضل من مباراه السنغال. اللعيبه يعني زي ما بقول لك الضغوط اتشالت من عليها، اللعيبه هتستفز بسبب الانتقادات اللي حصلت لهم بعد ماتش السنغال. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نكسب، واحنا لسه لسه ما خرجناش بره التصفيات يعني. طبعا منتخب طبعا. تونس ما يعني مش المنتخب المرعب اللي هو بتاع تونس من السنين اللي فاتت. بيجددوا برضو منتخب، عندهم منتخب جديد، عندهم لعيبه لسه برضو ما عندهاش خبره دوليه. انا اتفرجت على المباراه الاخيره بتاعتهم. اعتقد ان احنا ان شاء الله قادرين ان احنا باذن الله بتركيز اللعيبه باذن الله وشحن نفسي كويس للعيبه المباراه الجايه دي باذن الله نكسب باذن الله. كابتن وائل، اخر حاجه، شيكابالا هل ممكن نشوفه بالفانيلا الحمراء؟ لا صعب فيتوس، يعني شيكابالا لعيب كويس جدا طبعا، وانا اشدت بيه قبل كده وقلت يعني اي حد يتمنى وجود شيكابالا عنده، انما احنا اعتقد ان فرصه شيكابالا في النادي الاهلي صعبه جدا لحاجات كتير. فانما هو لعيب حاجات كتير فنيه ولا حاجات كتير ليها علاقه بالجماهير ولا حاجات ليها علاقه بايه؟ بص انا هتكلم في الجانب الفني. احنا محتاجين عندنا مكان واحد في الفريق، محتاجين حد مدافع. انا مش عايز اخش في الجوانب الثانيه، انما انا بقول اتكلم في الجانب الفني بس اللي يخصني انما هو يعني اي حد يتمنى انه يبقى موجود معايا. تمام. طيب بقول لك ايه، انا كل شويه لما اتفرج على تمرين النادي الاهلي الاقيك بتلعب دايره ومتواجد باللبس ومحافظ على وزنك. طب انت اعتزلت ليه اصلا؟ قول لي الكرش هيطلع امتى؟ لا ما انا عارفك، يوم ما هتحس ان هو قد كده هتروح ايه؟ ببدا اتمرن. والله على طول عارفك. حصل يا بالظبط. فيعني الواحد بيحاول، انت عارف برضه مش عايز ابص لنفسي كده ايه الاقي ليه طلع كرش والكلام ده، فمش عايز اسيب نفسي لكده يعني. شفت ابو تريكه من كام يوم انت جه زياره النادي الاهلي؟ جه زار. شفت ربرب ازاي؟ شفت عمل ازاي؟ اللغد بتاعه طول شويه. بشكرك جدا كابتن وائل جمعه.